طيب الآن إحنا في الكود، طبعا البعض ممكن يستغرب لما أنا أسوي داي. لاحظ هنا الكود هذا ينكتب، لكن لما أسوي داي هذا ما حينكتب. طبعا هذه من الأخطاء أكيد، يعني هذا الشيء ما هو صحيح. المفروض أنت تكون برمجيا واعي، يعني الداي أنت ما تسويها إلا أنت مكفل الصفحة بشكل سليم. لما توقف طبعا أنت ما حتكتب بهذا الشكل، لكن إحنا ممكن نسحب هذه ونخليها في بداية الصفحة. يعني ممكن انت تسحب هذه تخليها في بداية الصفحة، بس يشيك من البداية. طب ليش؟ فائدة هذا التشييك اللي في البداية، يساعدك انك تحط التايتل باسم اليوزر. عموما الان خلينا نشيك في البداية عشان الدائمة ما تسبب لنا مشكلة. طيب نيجي هنا، اول حاجة ممكن ببساطة شوف برنامجنا صار كل ما يصير سهل، ننسخ هذه. ليش ننسخها؟ لانه احنا هنا الان نبغى نتعامل مع قاعدة البيانات، نتصل ونجيب اليوزر اي بي اي او اليوزر اي بي اي عشان نبغى نتعامل معاه. ببساطة نقول يوزر يساوي، يوزر يساوي ايه؟ شوف فائدة الاي بي اي هنا، تايني اف يوزرز جيت باي اي دي، شايف؟ ونعطيها الاي دي مين؟ اي دي هذا اللي جاء، هذا هو اللي وصلنا هنا. نقول اف يوزر ايكوال نال، هنا طبعا هنا خلاص يكفي حصلنا على المعلومات، فنقول تايني اف دي بي كلوز. بغض النظر لقي او ما لقي خلاص احنا عرف وصلنا. اذا كان يساوي نال فنقول هنا داي، لاحظ اننا بعيدين عن كود اتش تي ام ال الان، داي يوزر مثلا خلينا نقول يوزر ولا بلاش ولا باد يوزر، باد يوزر اي عباره، باد يوزر خلاص عرفنا ان باد يوزر، باد يوزر اي دي، باد يوزر اي دي افضل، باد يوزر اي دي يعني ما هو موجود. عموما اي حال اذا لقي مظبوط خلاص احنا قفلنا قاعده البيانات وكل شيء، المعلومات موجوده في يوزر. الان ايش نسوي؟ الان خلاص حصلنا عليه، نيجي نقول هنا التايتل، نبغى عنوان الصفحه نقول بيانات المستخدم نقطتين، ونكتب هنا ولا بلاش خليني احط لك مو الجمله مختصره، اقول ايكو، ايكو ايش؟ ايكو يوزر، شوف مي، لاحظ بيانات المستخدم اعطيتك اسمه هنا. هنا نيجي خلينا نحط حاجه جدا بسيطه، نقول هنا بي اتش بي ولا اقول كلمه، شوف اسم المستخدم، فاخذ هذه زي ما هي، نسخها زي ما هي. بعدين اقول هنا بي ار، اجي هنا اقول كلمه، ما هو كلمه المرور، حلوه دي، البريد الالكتروني، والصق هذه بس اغير ايش؟ اغير ايميل. طبعا هذا بروفايل جدا بسيط، هو فعليا ما يكتب بالشكل هذا، لكن احنا نحاول اننا نسوي الشيء البسيط اللي يوضح الشرح بعدين انت وخبرتك، انت وخبرتك. نرجع هنا نسوي تحديث. الان هذول اليوزر، خليني اختار ناصر، لاحظ شوف جاب لنا اسم المستخدم ناصر، راح للبروفايل شوف الاي دي، شيك عليه لقي اسم المستخدم ناصر بريد الكتروني، ارجع عبد الله لاحظ عرض لي، مع انها هي نفس الصفحه، شايف هي نفس الصفحه، سالم، خالد، محمد، بنفس الطريقة. طبعا هذا بروفايل جدا بسيط، أنا أستخدم الأشياء البسيطة عشان أوضح لك فكرة الشرح، كذا نكون كتبنا البروفايل.